You up in boom, 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 shaboom, boom. Tell me I'm the only one that you know. Life could be. لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير على خير، اموركم مزيانه. اسمحوا لي على صوتي بعدا، هادي اول حاجه حيت مرضت هاد الايامات. نحاول ما امكن انني نزكي باش يتسمع ليكم شنو كنقول. الفيديو ديال هاد النهار كان مطلوب مني بزاف، حلم تدري لنا الكبوكات، عطانا افكار كيفاش الناس تقول الكسوه ديالنا، كيفاش يكون عندنا الذوق زوين في الكسوه. هادشي كله غادي يجاوب عليه في هاد الفيديو هذا، وهادشي كله غادي تشوفوه في هاد الفيديو هذا. قبل البنات ما نبداو الفيديو، ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وديروا لي واحد جيم كبيره، وتكومونطيو لي لتحت كيفاش جاكم لي لوكبوك، واش بغوني ندير لكم بارتو من هذا الفيديو. اول حاجه البنات هو انا الستيل ديالي كما كتشوفوا في انستغرام، ما كنلبسش داكشي اوفر، كيعجبني نلبس ستيل مستور. مرتاحه البنات في الكسوه اللي لي مستوره، كنحس براسي كونفي يعني مرتاحه وباخر، وكيعجبوني الحوايج اللي كيكونوا عرا. اول حاجه البنات اللي خصها تكون عندك في البلاكار ديالك في المشتى او في الشتوى هي البنات لي مونطو اولا لي فيست في الكحل. النوار البنات كيعطي واحد الكاريزما زوينه بزاف، وسورتو في البرد فاش كتلبسي شي حاجه بحال هكا يعني الفوق هي اللي كتبان. فالبنات الكحل زوين بزاف انكم تلبسوه، الكحل كلاسي بزاف وكيجي مع كل شيء. الكحل خصو ضروري يكون عندكم في البلاكار، حيت النهار اللي ما غادي تلقاي ما تلبسي وما يكونش عندك المود باش تلبسي شي حاجه و غادي تمشي للكحل ديريكتوم. كما كتشوفوا هاد لافيس هادي كتجي شويه طويله بالنسبه للبنات اللي دايرين الحجاب حتى ما يقدروا يلبسوها. انا البنات هادي كنفضل انني نلبسها مع كل شيء كحل، حيت هي كما كتشوفوا شويه شارجي من اليدين، فيها دوك اللعيبات هنايا في الابيض، فكنحاول انني نلبسها مع شي حاجه اللي تكون سامبل، ما نلبس معها حتى سبرديله. تقدروا تلبسوا معها لي بوط كما قلت لكم، كنبغي نلبسها مع كل شيء كحل وما كنزيد حتى شي اكسسوار، حيت هي ديجا شارجي كتجي هميه البنات بزاف وكتجي كلاسي. البنات اللي لابساها دابا زوينه بزاف، هذا اللي فيها ماشي كوير كوير ولكن بحال الجلد، تقدروا تطويوها منا، تقدروا تخليوها بحال هكا، زوينه بزاف البنات. والا لقيتو بحالها غير خذوها البنات. ثاني حاجه في هذا البرد اللي تقدروا انكم تشريوها هي لي مونطو. عرفتوا كميه ديال الكلاس، كميه ديال الانوثه، الكميه ديال شي حاجه فخمه ما يمكنش. فلي مونطو شي حاجه زوينه البنات، سواء في النوار سواء في البيج، تقدروا انكم تاخذوهم. كما قلت لكم انا كيعجبني شي حاجه طويله، فلي مونطو بالنسبه لي شي حاجه واعره انني نلبسها، وتشوف الصباح فاش ما كيكونش عندك المود انك تلبسي شي حاجه، واومين طون باغا تلبسي شي حاجه اللي تكون كلاسي. ديروا البنات لي مونطو وخذوهم بعينكم مغمضين، غتلبسوهم 100%. كما شفتوا البنات هنايا خديت مونطو في النوار طويل البنات، بالنسبه للبنات حتى اللي دايرين الحجاب يقدروا يلبسوه. لبست معاه بول في البيض، تقدروا نتوما تلبسوا كلشي كحل تحتو ولا كلشي بيض لتحت اللي بغيتو نتوما. انا كنعطيكم غير افكار. المونطو كنفضل انني نلبس تحتهم هذوك التركويت اللي كيكونوا كول مونتي، كيجيو واعرين البنات. فانا كنعطيكم غير افكار وانتوما تقدروا تلبسوا اللي بغيتو تحت المونطو. فوالا البنات لبست سروال كحل، سروال كحل مساند الرسمي. شفتونا البنات لبست كاع مع هادشي سروال كحل، تقدروا نتوما تبدلوا. انا يا غير كنوريكم اولا غير كنعطيكم افكار. وبالنسبه ليا تاخذوا سروال كحل يكون سليم نورمال، وخذوا سروال كحل يكون بوي فريند شويه عريض، غادي تستغلوهم البنات بزاف بزاف في سراول الكحل في المشتى. وحاجه اخرى البنات التريكويت اللي كيقولوا كون مونتي بحال هكا غادي تستغلوهم حتى هما، خص يكون عندكم واحد في البيض وواحد في الكحل باش هكا تبقاو تبدلوا فيهم. وكيكون الثمن ديالهم غير رخيص البنات، وضروري يكونوا عندكم باش تلبسوا الحوايج اللي كيكونوا بحال هكا. ندوزو للوك بوك اللي من بعد الثالث. يمكن البنات القبيات اكثر حاجه تستغلوها في هذا البرد هذا، خصوصا في الصباح الا كنتو كتقراو غادي تستغلوهم بزاف. الا كان عندكم مع السروال ديالهم تقدروا تلبسوهم مع سروال كحل. المهم القبيات شي حاجه ضروري وسخيخنين، تقدروا تلبسو تحتهم بحال هاد التريكويات هادو غير تزيدوهم في الفوق. هانتوما البنات كيفاش كيجيو، صراحة كيجيو زوينين بزاف، تقدروا تلبسوهم مع سبردينه، تقدروا تخليو غير لابوط كما انا خليت.
كاين هذيك القبيه زدت عليها الجاكيت. الجاكيت البنات في النواق حتى هي كتفيد بزاف، خصوصا الا بغيتو تلبسوا شي حاجه بارده وبغيتو تخرجوا بها غير هكاك، ضروري الجاكيت تكون في النواق، يعني تجيكم مع كاع الكسوات. وانا لبستها مع هذه القبيه هذه وسروال كحل ولي بوط، وجات زوينه. تقدروا نتوما تلبسوا سبردينه، تقدروا انا كنعطيكم كما قلت لكم غير افكار. القبيه البنات فريمون كيصلحوا في الصباح فاش ما كيكون فيك ما تلبسي ما تقادي، غير لبسيها هي سروال كحل سبردينه وسيري. من بعد البنات خارجين هذوك لي شوميز اللي كيكونوا كارويات، هذوك البنات زوينين بزاف حتى هما كيجيو زوينين. تقدروا تلبسوا لا شوميز تبلعوها، اولا تقدروا تحلوها تلبسوها مع كولمونتي، اولا تقدروا ديروا قبيه في الكحل تحتها وتلبسوا سروال كحل معاها، كتجي صراحة زوينه. هانتوما البنات كما كتشوفوا دابا لبست كلشي كحل، هادشي ديجا شارجي في هذوك في هذوك لي كارو، فما بغيتش نزيد لبست جين تحتها ولا حيت غادي تجي شارجي. كنفضل انني نلبس معاها كلشي كحل، ولبست معاها حتى هاد القبيه ديال الكحله، كتعطي الصراحه واحد لو ستيل زوين. وتقدروا تلبسوها نتوما مع سبردينه بيضاء اولا لي بوط، فكما قلت لكم كيجي ستيل واعره البنات. عندي وحده اخرى غنوريها لكم دابا حتى هي بحالها تقريبا، ولكن انا هذه ما كنبغيش نلبسها اون مود سبور كما كيقولوا، كنلبسها غير بوحدها. هانتوما البنات كما كتشوفوا دابا هذه البنات طويله، صرتو البنات اللي دايرين الحجاب كتجي اوفر سايز، ولبس معها كلشي كحل حتى هذه ما كيجيش معها الجين. الحاجه اللي كتكون شارجي اولا كتكون اوفر سايز من الاحسن تلبسوا معها شي حاجه تكون سامبل. وهذه البنات كيجيو معها لي بوت، تقدروا تلبسوا معها سبردينه في الكحل اللي بغيتو نتوما، انا كنعطيكم كيما قلت لكم غير افكار. فالحوايج اللي اوفر سايز خارجين بزاف بحال مثلا هذه جايه عريضه شويه، ماشي بحال مثلا كتلبسي الاس، حاولي انك تلبسي الحوايج اللي ام او لا ال، غايجيوك زوينين. زعما البنات على الحوايج اللي كيكونوا اوفر سايز واحد لو شغم زوين، حيت هذوك الحوايج ضيقين بزاف ما بقاوش، حاولوا انكم تاخذوا شي حوايج اللي يكونوا شويه عرض باش يجيو ستيلي. قلت لكم البنات لي مونطو شي حاجه ضروريه في المشتى، فحاولت انني نعطيكم واحد ستيل واحد اخر في هذا اللوك بوك هذا اللي غادي نوريه لكم دابا. فالا ما كانش ستيل ديالكم حاولوا انكم تزعموا تبدلوا في لي ستيل، كما شفتوا انا ما عنديش غير ستيل واحد، ما كنبقاش غير في الكلاس. في الكلاس نقدر نلبس سبون، نقدر نلبس كلاس، شي مرات نخلط بيناتهم، المهم تخرج شي حاجه زوينه، ما كنبقاش لاصقه غير في ستيل واحد. فالبنات كما كتشوفوا هنايا لبست المونطو، هاد المونطو هذا البنات واعر بزاف طويل مستور، وخصوصا الا كنتو باغيين تلبسو تحتو شي حاجه قصيره بحال هكا. لبست تحتو البنات لباس في الكحل هاد لا سانتور هادي، ولبست كولون في اللون ديال اللحم، وفوقو درت لا بافان، ولبست معاه لي بوط. البنات هاد الكسوه هادي كيجيو معاها غير لي بوط، الا كنتو باغيين تلبسو اون غوب او لباس في النواغ او في اي لون غادي يجيو معاه لي بوط، حيت ما تقدريش تلبسي لباس ومونطو سبردينه غتجي لا علاقه. فمع هاد الكسيوات هادو كيجيو لي بوط. فوالا البنات هادشي اللي كاين، ما تنساوش انكم تدخلوا الانستغرام ديالي، نخلي لكم هنايا او لهنايا. كنبغيكم بزاف، باي باي.